هناك من يرى بأن التعيينات في الموازنة ليست حلا جذريا لمشكلة التشغيل، وبأن الحل ببساطة يكمن بالتوجه نحو التنمية الاقتصادية بالنسبة للقطاعات العامة والمختلطة والخاصة كما تفضلت قبل قليل. ولكن ماذا لو استمرت الدولة على هذا النهج؟ هل قد تقع في فخ الاقتراض الخارجي؟ وهذا ما يتخوف منه خبراء اقتصاديون. بالتأكيد، لأنه أصلاً موازنة بهذا الحجم من العجز اللي هو 63 تريليون، هذا يعني رقم خيالي. فمع هذا الحجم الكبير ومع وجود استيراد لكل شيء بسبب توقف الجهاز الإنتاجي في العراق، إن كان بالزراعة بالصناعة كلها متوقفة، فإحنا أكيد راح نتجه لل اقتراض الخارجي، لأنه من أين سيأتون بالأموال اللي يقدرون يسدون بها المرتبات واللي يقدرون بها يسدون بها هذا العجز؟ من جهة أخرى، يعني الكل يخشى مسألة مهمة، إنه مسألة النفط. النفط مرتبط بالسوق الدولية، والسوق الدولية رهينة الأشياء السياسية، عرفون يعني الاضطرابات، والآن موجودة الاضطرابات بين الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها، هذه كلها تخلينا إحنا في يعني تحت رحمة سعر النفط. فأنت النفط اللي أصلا تناخده يدوب يسد مرتبات، كيف إذا اختلف سعر النفط؟ هنا هي الكارثة الكبيرة التي ستواجه الاقتصاد العراقي.